وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السفير حمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق. مساء الخير سعادة السفير. نبدأ من الأثر الذي سيحمله توقيع هذه الاتفاقية على الداخل البحريني والإسرائيلي. ما هو الأثر الذي سيحمله خاصة وأنه من حيث الاطلاع على حيثيات الاتفاقية هي تفتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات متعددة ومختلفة؟ أولا أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. الحقيقة أن إعلان السلام بين البحرين وإسرائيل هو خطوة مهمة نحو السلام في المنطقة. نعم. يعني دول المنطقة على مدى 72 عام كانت تعاني حقيقة من هذا الصراع العربي الإسرائيلي، والذي دخلت فيه المنطقة أيضا في 3 حروب أو 4 حروب يعني متوالية. وأيضا في خلال الفترة الماضية تعرضت المنطقة أيضا وخاصة بعد الثورة الإيرانية أو ثورة الخميني 1979 إلى يعني كما يقولون فقدان الأمن والاستقرار وزيادة التدخلات حقيقة من بعض الدول في الإقليم في شؤون دول المنطقة، وأدى ذلك كله إلى حالة حقيقة من القلق، أدى إلى حالة يعني شعوب فيها شعرت بنفسها لأنها يعني في وضع غير صحيح غير مقبول، أصبحت تخاف على مستقبلها وعلى مستقبل أجيالها. ولذلك فالسلام هو مرتبط كثيرا بالأمن والتنمية. ومن هذا المنطلق أنا أعتقد أن إعلان السلام البحريني الإسرائيلي والاتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل سوف يكونان الأساس الجديد لمستقبل المنطقة. المنطقة لم تعد تتحمل هذه الثرثرة وهذه المزايدات، يجب أن تختلف استراتيجية إيجاد الحل مع إسرائيل. الآن أصبح السلام هو الطريق إلى الحل وليس النظرية السابقة التي يتحدثون عنها. ولذلك أنا أعتقد أن البحرين ما في شك وبناء على يعني مبادئ السياسة الأمريكية الخارجية بأن أمن إسرائيل هو مرتكز مهم في سياستها الخارجية، وأهمية منطقة الخليج ودول مجلس التعاون بالذات كدول يعني تتحكم في حوالي 40% من صادرات البترول إلى العالم، وشريان طبعا التجارة الدولية التي يمر بها، يصبح موضوع الأمن والسلام هو المنطلق الجديد الذي تسعى إليه الدول. إسرائيل متقدمة كثيرا في المجالات التكنولوجية، في المجالات الأمنية، نستطيع في البحرين أن نستفيد منها إلى حد كبير، كذلك بالإمكان أن نعتمد عليها ونعتمد على وجودها معنا في المنطقة في الحد من التدخلات التي يعني زادت ويعني وصلت إلى يعني حقيقة إلى درجات غير مقبولة، خاصة بعد احتلال إيران وصراعها الطويلة لعدد من المدن العربية. نعم. يعني العراق، سوريا، غزة، لبنان، اليمن، أصبحنا كل محاطين كدول مجلس التعاون بهذه القوى التي تريد الشر فينا وتعمل على يعني على على هدم كل هذه الحضارة اللي بنيناها احنا في دول مجلس التعاون. نعم. سعادة السفير حمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق، شكرا جزيلا لك.